وللتعليق على هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، أنا معنا هاتفيا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. مرحبا بك سي ضياء. إذن حديث مفوضية حقوق الإنسان عن وفاة 200 معتقل في سجون نينوى في العامين الماضيين يفتح الباب عن تساؤل في أوضاع المعتقلين في عموم العراق. كيف ترى أوضاع المعتقلين في العراق؟ تحياتي للجميع. ما يحدث بالعراق والسجون العراقية هي حقيقة ليس سجون، وإنما إزالة مواطنين العراقيين وأهالي السجناء وعوائل السجناء. هذا كل ما يحدث في العراق، لأنه لا يمكن أنه في العراق مفروض السجون مسؤولة عنها وزارة العدل، ونحن نعلم أنه الميليشيات والحشد الشعبي وأجهزة الأمن الدولة هي مسؤولة، وهي تتصرف كما تشاء في تعذيب ومعاملة سيئة للاجئين وعوائل اللاجئين والزوار إلى اللاجئين. هذا مما يحدث، هذا يحدث في كل السجون العراقية، أنه الحالة الإنسانية الموجودة بالوقت الحاضر في السجون العراقية من المواد الغذائية والماء والشرب لأي أسباب أخرى يمنع في فترات معينة أو طويلة لأيام، يمنع عنهم الأكل ويمنع عنهم الشرب. هذا نعلم فيه جيدا، ولكن الحكومة العراقية يعني مكتوفة الأيدي. يعني أين الرقابة القانونية سيد ضياء؟ أليس من المفترض أن تكون هناك رقابة دورية على هذه السجون من قبل وزارة العدل؟ الرقابة القانونية هم لا يسمحون لنا في الدخول. أخي، احنا قدمنا كذا مرة لنزور السجون في العراق كمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومعترف بها بالجامعة العربية، واحنا يعني هيئة استشارية بالأمم المتحدة، نقدم إلى الحكومة العراقية بزيارة السجون، ولحد هذه اللحظة لم يسمحوا لنا بزيارة ولا دخول أي وفد من وفود المنظمة العربية لحقوق الإنسان. وأنا بالأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان المقر مالها في القاهرة، هذه المنظمة تبحث دائما عن وسائل للوصول إلى السجناء ومخاطبة الدول المعنية بهذا الشأن، ولكن لا الحكومة العراقية أي بالحقيقة هي ليست حكومة وإنما سلطة ميليشيات، لا يمكن تستجيب الى ما الى المنظمات الانسانيه والحقوقيه. يعني الآن تنتشر سيدي عفوا شهادات من معتقلين سابقين عن حالات تعذيب للمعتقلين داخل هذه السجون، الى اي مدى ترى ان اعمال التعذيب هذه ممنهجه داخل السجون في العراق؟ نعم، التعذيب الجسدي والإذلال، الإذلال البشر، الإذلال البشر يوميا من الصباح حتى المساء بالإهانات وسب السجين ليس سب بمذهبه وطائفته. هذه ما يعملوها في السجون، تعال ابن كذا ابن كذا ابن كذا تعال. هذه ذولا لا يملكون، المشرفين على السجناء هم لا يملكون الآدمية، هم ليست اناس، هذول يحتاج لهم تاهيل. المشرفين على السجناء من المدير العام، من المدير العام الى اصغر موظف في السجون يحتاج لهم الى تاهيل حتى يصير ادمي. هذه في السجون المعلنه او الرسميه، وهناك ما يتحدث عن سجون سريه في العراق، من المسؤول عن انشاء هذه السجون؟ وهل لديكم اخبار عن اوضاع المعتقلين داخل هذه السجون السريه؟ حقيقة السجون السرية نحن نعلم أغلب الميليشيات وأغلب التجمعات الحزبية الموجودة في العراق هي عندها سجون، وحتى أمانة العاصمة يا أخي الغريب، حتى أمانة العاصمة في بغداد عندها سجون خاصة فيها. يعني الأمر غريب، دوائر دولة غير مختصة بهذا الموضوع تملك سجون لأنه تابعة لهذا الحزب وذلك التيار. هذه الأمور يعني الأمور لا يمكن السكوت عنها، ولا تسمح الدولة العراقية، لا تسمح بالزيارة، حتى الصليب الأحمر لا تسمح له بالزيارة. نحن في النمسا عندنا علاقات طيبة مع الصليب الأحمر، ونترجاهم بالوصول بعض الأحيان الرسائل لبعض المساجين المحكومين، ولحد هذه اللحظة
لا توجد، يمكن أذكر لك أسماء ولا أريد أذكر أسماء، أسماء موجودين في السجون لحد هذه اللحظة لا نعرف بهم بأي سجن موجود. نعم، هناك أنباء حتى عن وفيات داخل السجون في العراق، ألا يعد هذا قتلا عمدا؟ يعني ما الإجراءات القانونية التي يحق لأولياء المعتقل المقتول أن يسلكوها من أجل معاقبة القاتل؟ نعم، الأشياء القانونية الممكن هي فقط أنه تسجيل وتتهم الحكومة العراقية، لأن لا يمكن أن تتهم أي جهة أخرى. كل من ارتكب الجريمة في هذا السجن أو ذلك السجن أو بالمعتقلات الموجودة لحد هذه اللحظة موجود الموت، وبالحر هذا حتى التهوية بعض السجون، أكو عندنا علاقة مع السجناء أو مع أهالي السجناء بالأحرى، حتى تهوية في الغرف غير موجودة، يعني غير موجود شباك. نعم. يعني هذه الحالة الإنسانية الموجودة، هو هذه تقارير كتبت من قبل منظمات حقوقية إنسانية تعمل في العراق بهذه الصيغة، لأن توصلها المعلومات من أهالي السجناء وليس زيارة السجين. نعم سيد ضياء، إذا أشكرك الشكر الجزيل من فيينا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري.